صباح الخير والتحدي والأمل على مشاهدينا في برنامج كلام الصباح. ما تقبليش تكوني رقم وانت ممكن تكوني معادلة. ما تقبليش تكوني حل وسط وانت ممكن تكوني كل الحلول. ما تقبليش تكوني لعبة وانت ممكن تكوني الحكم. ما تقبليش تعيشي الوهم وانت حقيقة واقع. احلمي، كوني قوية، اجري ورا حلمك، كوني قوية وجميلة. ودي أول فقرة في حلقتنا النهاردة مع زميلتي الجميلة رنا. صباح الخير يا رنا. صباح الخير يا رنا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. أنت أخبارك إيه رنا؟ الحمد لله. أنت قولي لنا إيه النهاردة، إيه الأخبار؟ طبعاً إحنا كلنا سمعنا عن فتاة المعادي مريم وقصتها، فكنت عايزة أعرف رأيك. بصي والله يا رنا، هو البنت انا شايفه ان هي مش مريم بس اللي بتعاني من الموضوع ده، الله يرحمها، يعني هيبقى كلنا صوره طبق الاصل من مريم لو احنا ما خدناش القرار الصائب ان احنا زي ما هم قتلوها بمنتهى السهوله دي بدم بارد هم كمان يتعمل فيهم زي ما حصل لها بالظبط. احنا مش عايزين محاكمه، احنا عايزين حل فوري عشان يكونوا عبره لمن اعتبر. طبعا احنا دلوقتي هنشوف الفيديو، فيديو فتاة المعادي. خلينا بس يا رنا نعرفها كده. الفيديو هيكون معانا على الشاشة واحنا بنتكلم. تمام. هي بنت عندها 25 سنة، كانت راجعة اهي من شغلها. وطبعا على الشاشة معانا اللي هم شباب المجرمين دول، طبعا هم مستهترين، كانوا عايزين يتحرشوا بيها او يسرقوا منها شنطتها، لكن لسوء حظها طبعا البنت اتدهست تحت العربيه وهي بتقاوم الشنطه بتاعتها بالظبط كده، ورجعت طبعا جثه هامده لاهلها. فانا طبعا الفيديو تاني بالزبط. هي طالعه اهيت ماشيه، دي صوره، ده بصي دي ماشيه يا حبيبتي مسلمه خالص، يعني ولا بيها ولا عليها. في العربيه البيضة دي، الاجره البيضة دي، وقت هم بيشدوا منها اهيت، دماغها جه تحت العجل بتاع العربيه زي ما انتم شايفين. اللقطه دي ما حصلت في 2020، ده حقيقي. الله يرحمها، احنا بنعزي كل اهلها، ربنا يصبرهم، ولازم القانون يتطبق على طول. احنا مش عايزين مريم تبقى تاني في الشارع المصري. مصر بلد الامن والامان. هو بالفعل يا رنا تم القبض على الولدين، ما هو القبض عليهم. يا رنا بس احنا عايزين سرعه بقى في تنفيذ الحكم، ده لازم، عشان يعني دي ابشع جريمه. يعني انا شايفه لو ما اتخذناش تطبيق حكم على المجرمين دول هتتكرر مريم ثانيه وثالثه ورابعه للاسف يعني. لا، وبعدين كمان يا رنا عايزه اقول لك على حاجه، ان هي اتقتلت يا حبيبتي مثلا مش راحه مثلا تخرج مع اصحابها، لا دي راحه تقدم رساله، راحه تشتغل. بالنسبه كمان للي هم العاطلين اللي هم عملوا فيها كده، انا من وجهه نظري يعني المفروض سرعه المحاكمه، وكمان زي ما اتعمل فيها بالظبط يتعمل فيهم، يعني نجيب ميكروباص برضو كده ونشدهم نسحلهم من المعادي لميدان التحرير. انا موافقاكي طبعا. صح كده؟ موافقاكي طبعا. والله يعني عشان بصراحه الموضوع كتر قوي وبقى اوفر، يعني مش مريم بس، كمان لسه في حادثه كانت لسه حاصله من 3 ايام، ان في واحده كمان مع جوزها. طبعا في كانت ناس كتير حامل، سيده كانت حامل وكانت مع زوجها، فتم اغتصابها قدام زوجها للاسف. يعني كميه حوادث في المراه بالذات، انا ما اعرفش ده يعني ليه. هل ده يعني مثلا في فكره ان الست حرام تخرج من بيتها مثلا، او ليه الستات نازله بس، او انتوا بتعاقبونا مثلا يعني؟ لا ده كمان ايه، ده بصي الابشع من كده ان هو كمان كان معاها جوزها، يعني بصي مفيش دين خالص ولا تربيه ولا اي حاجه.
طبعا انا دي مش الحوادث يعني، طبعا ده في حوادث ثانيه كتير كمان، اغتصاب اطفال تحت الخمس سنين. والمشكله ان هي بتحصل في الظهر. يعني طبعا الشارع المصري احنا عارفين كلنا ان الشارع المصري مشهور جدا في العالم ان في الجدعنه والشهامه، فلما يحصل كده لا طبعا انا عن نفسي لا انا بقيت خايفه بصراحه، كلنا بقينا خايفين. لكن انا دلوقتي لو بتفرج ان ازاي مريم اتدهست بمنتهى السهوله، ماتت في اقل من ربع ساعه، والجناه قاعدين في القسم مثلا او في السجن بياكلوا وبيشربوا وعايشين حياتهم عادي، وهي عيني اهلها متحصرين عليها، لا انا من وجهه نظري ان هم لازم يسرعوا المحاكمه علشان اي حد يفكر ان هو يعمل زيهم يفكر 100 مره ان هو ما يعملش كده، ويكونوا عبره لكل واحد يفكر ان هو يؤذي بنت ماشيه في الشارع. تمام، انا برضو مع رنا. طيب يا رنا بقى قولي لنا ازاي اكون قويه وفي نفس الوقت جميله واقدر احمي نفسي. بصي والله يا رنا انا مش عارفه بصراحه، يعني الموضوع ده يعني كبير جدا. في ناس بتقول هاتي شطه وحطيها في مثلا في علبه كده ومعاها خل وزيت، واي حد يتعرض لك رشي يعني او بالبخاخ ده بالظبط. لكن دول يعني هنعمل ايه معاهم؟ يعني مش تحرش بس، الموضوع بقى كمان اكتر، الموضوع محتاج قانون اكتر يعني، بالظبط. او نتدرب بقى أكتر. يعني نتدرب بقى نلعب في الجيم بقى او نتدرب كاراتيه كونغ فو اي حاجه من الشوارع بقى. بالظبط كده بالظبط. طيب في قصة إيجابية هنكلمكم عنها برضو أنا ورنا، لسيدة هي من أستراليا، كارلي جي. هي من مشاهير السوشيال ميديا، كانت بتعاني من السمنة المفرطة. دلوقتي صورها تنزل معنا برضو على الشاشة، من وهي طفلة كانت سمنة مفرطة شديدة جدا. التحول بتاعها يا رنا بقى كان من وهي عندها 27 سنة، كان في فبراير 2014 قررت انها تتحول وتغير حياتها 180 درجة. حست وهي نايمة بألم في أسفل ظهرها وألم في الجنب الأيمن بتاعها، طبعا وزنها كتير على جسمها طبعا. فطبعا قلقت، طبعا الموضوع ابتدى يتكرر معاها كتير، فراحت للطبيب المختص. الطبيب المختص قال لها زي ما رنا كده قالت ان هو ما فيش اي امراض، لكن الوزن هو سبب وكده. دي صورتها، طبعا دي صورتها بعد لما خست، هي فقدت هنا نص وزنها، بقت 65 كيلو. دي صورتها وهي في الجيم، ودي صورتها بتتمرن طبعا حديد برضو. هايله بصراحه. مثال دي بقى عايزه، عارفه دي بقى اللي عايزينها تمشي في الشارع المصري بامانه. كارلي جي بتنشر صورها وتجربتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل كمان صور الاكل بتاعها. هي عايزه تقول ان انا اخدت قرار وحطيت اهداف ومشيت عليه، وابتدت تاكل اكل صحي بسعراتها، وابتعدت عن الاكل الغير صحي اللي هو المحشي، صح؟ المحشي بقى والحلويات وكل الحاجات دي، والشوكولاته والبسكوت والدوناتس والكلام ده كله طبعا، الغي والسكر كمان والمكرونه والدقيق الابيض والرز الابيض كمان برضو، اي حاجه بيضه اي حاجه بيضه. وقررت انها تخس خالص، فبقى عندها هدف. ابتدت تنزل الجيم، انتوا يعني تخيلوا معايا ست ممتلئه جدا فوق ال 130 كيلو او 134 كيلو، قررت انها تبذل مجهود كبير وتنزل جيم. ابتدت تلعب رياضه 20 دقيقه يوميا، تنزل الجيم، وبعد كده بقت ساعه. طبعا كارلي بتلعب كارديو حديد، وحاليا طبعا هي بتلعب حديد، وانا كمان بنصح البنات بممارسه المقاومه بالاوزان الحره او الحديد لبناء الجسم ورسمه وشد العضلات وبنائها كمان، وكمان عشان الترهلات. طب رنا هي بدات تشيل حديد من اول وهي وزنها كانت مليانه، ولا بعد ما هي خست؟ يعني هي بدأت ازاي؟ يعني اول ما كانت جسمها تخين وكده راحت الجيم على طول، ولا اتبعت نظام غذائي وبعد كده يعني هي بتقول الوزن؟ انها كانت اول يوم ابتدأت فيه دايت او اكل صحي نزلت فيه الجيم، ولكن كانت بتتمرن 20 دقيقة بس. طيب رنا كلمينا ازاي اخس بقى انا بشكل طبيعي؟ هي بتقول من خلال كارلي، وانا كمان كنت برضو يعني زي كارلي كده، انا كنت على فكرة انت فعلا صح نفس كنت مريضة بالسمنة المفرطة، كنت نفس برضو القصة
بتاعتها دي، ورحت برضو عند دكتور كنت بشتكي من ألم كمان في المفصل وفي القطنية في رقبتي من تقل الوزن وحاجات تانية طبعا كتير. لما اتخلصت من الدهون ومن الوزن ده طبعا كل ده تلقائيا خف. يعني بس مش الست الأجنبية اللي بتقدر تعمل كل حاجة، لا كمان الست المصرية. الست المصرية والست العربية تقدر لو تعمل أكتر يعني أي حاجة في الدنيا. لو إحنا حطينا قرار، الموضوع محتاج قرار وهدف، مش إن أنا أنزل عند الدكتور أو أخصائي يديني ورقة ويقولي انزلي جيم، لا. الموضوع أنت، موضوع نفسك. أنا قررت وحطيت هدف إن أنا لازم مثلا في شهر أنزل كذا، لازم أروح الجيم أتمرن كذا. يعني الموضوع إرادة، إرادة وقرار وهدف بالظبط. ده عنوان الفقرة بتاعتنا، كوني قوية. كوني قوية لازم تكون عندك قرار، صاحبة قرار، لازم تحطي هدف ليكي، هدف بقى في كل حياتك، مش شرط انك تخسي او تتخني حتى، هو هدف في كل حياتك. لازم يكون كمان عندك بقى الطموح، يعني انا خسيت ما خلاص بقى انا كده لا، لازم بقى انا خلاص تعديت فترة ان انا خسيت، يبقى في فترة تانية ان انا برسم شكل جسمي، بعمل شيب لجسمي، يبقى لازم المجهود يكون اعلى. طب رنا ازاي بقى اخس كمان وفي نفس الوقت ابني عضلات؟ طيب انا بخس الاول بشكل صحي، ان انا باكل الاكل الصحي الخام بتاع ربنا، زي الفاكهه، الخضار، البقوليات، الحبوب الكامله، اللحمه، البيض، السمك، اللبن، القشطه البلدي، السمنه البلدي، زيت الزيتون، الدهون الغير المهدرجه، السمنه البلدي طبعا مش الصناعي. طبعا السكر هنلغيه من حياتنا ونحذفه من حياتنا كلها يا ريت طبعا، والملح نقلل منه طبعا. دي البدايه، دي بدايه التغيير، مع شرب الميه، مع النوم الكويس، مع الحاله النفسيه الكويسه. لازم يبقى حالتي النفسيه كويسه، واحنا بصراحه حالتنا النفسيه حلوه جدا الايام دي. ما هو الحاله النفسيه بتاثر على كل حاجه، على الجهاز المناعي، على الجيم كمان. لما بنزل اتمرن وانا حالتي النفسيه مش كويسه، مش هعرف ادي التمرين كويس. كمان حرق الدهون كمان بيتاثر. لما احنا بيبقى حالتنا النفسيه مش تمام، الجسم بيفرز هرمون اسمه الكورتيزول، ده بيختزل ميه في الجسم، فبالتالي احنا مش بنلاقي فقدان وزن وشكل جسمنا بيتغير، بس مش الشكل اللي احنا عايزينه. ده بالنسبه للاكل. بالنسبه بقى للتمرينات، لو انا طبعا فيا وزن كتير يبقى لازم كارديو مع حديد الاثنين، كارديو مثلا نص ساعة الحديد في البداية، الحديد ولازم يعني ربع ساعة أو تلت ساعة أو نص ونص الحديد يا بنات لازم، لأن ده اللي هيبني كتلة عضلية. عشان كمان ليه الحديد؟ أنا كنت بتناقش أنا ورانا من فترة كده ليه الحديد؟ قالت لي ليه مش التمرينات التانية؟ قلت لها أولا تبقى في بنات وزنها كتير لازم بعد فقدان الدهون إيه اللي هشد الجلد غير الكتلة العضلية؟ طيب ايه بقى اللي هيعمل لي شيب جسمي او شكل جسمي؟ طبعا لما انا ابني العضل اكتسب العضلات هتدي شكل تاني خالص. في ناس طبعا منظومها يعني منظورتها ان هي لو انا لعبت حديد هبقى زي الراجل بالظبط، هيطلع لي بقى عضلات، فاهمه قصدي؟ جسمي هيبدا ان هو يكبر في الشكل. لكن اول مره اعرف طبعا معلومه ان الحديد كمان بيحرق الدهون وبيغير الشيب بتاع الجسم. انا على فكره انا بتمرن مقاومه باوزان حره، وانا كمان يعني انا بتمرن تمارين كمال اجسام. انت شايفاني شبه الراجل؟ لا خالص. وعلى فكره يعني انا كمان بشيل اوزان كبيره، يعني كمان بتمرن اكتاف وبتمرن باي وتراي وبتمرن للرجلين وبتمرن كل حاجه، كله وللظهر وللصدر. شايفه حاجه؟ لا طبعا. طب رنا خلينا نرجع كده لورا، اول ما انت بداتي نقطه التحول بقى كان ايه احساسك؟ يعني اول مره اتحط كده قدامك الطبق السوتيه والتوست اللي هو البراون وانزل بقى الجيم، كان احساسك ايه بقى؟ طبعا طبعا انا اخدت قرار زي ما انا قلت لكم ان انا كده يعني لازم اخس، فمريت طبعا بحاجات كتير. الاول رحت الاخصائي اداني الورقه اللي هو بيديها لاي حد دي، وللاسف انا فشلت جدا لانها ورقه ما ولا محسوب لي فيها سعرات وفيها حرمان، فانا ما انصحش بده. انا بقى اللي ابتديت اقرا، اخد معلوماتي وطبقتها على نفسي. لما طبقتها على نفسي ابتديت مع الوقت
اخس. طبعا نزلت الجيم كان مجهود كبير قوي بس كان لازم، عارفه انت لازم، فاهمه انت تحدي بقى تحديتي نفسك جدا. القوة الحقيقية ان انا بتحدى نفسي، بتحدى الرغبة بتاعتي، فان انا مثلا عندي شراهة في الاكل يبقى انا بتحدى نفسي ان انا لا انا مش هاكل كذا وهاكل كذا. كانت طبعا يا رنا الرياضة كانت مرهقة قوي قوي طبعا طبعا، طبعا وزني كبير وبيتحرك وبيقوم طبعا انا الحديد ما كنتش عارفة الموضوع الحديد ده غير بعد 3 شهور من لما بدأت ألعب في الجيم، وكنت بلعب الكارديو العادي وبمشي وكده والوزن ابتدى ينزل. تمام. طبعا من قصه رنا اتاكدنا ان مفيش حاجه مستحيله، طول ما انت قادره تغيري في نفسك، في شكلك، في نفسيتك، انت قادره تعملي كل حاجه. كمان رنا النهارده هنقول فقره مهمه جدا لكل البنات والسيدات اللي هما بيستنوها، اللي هي ازاي احط ميك اب لنفسي، وازاي اعمل انا لنفسي مثلا زي مثلا عيون هيفا، عيون نانسي، الكلام ده كله. والفقره دي هتكون معانا بعد الفاصل ان شاء الله، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا النهارده ميك اب ارتست جميله، هنسالها النهارده كل الاسئله اللي البنات كلها بتحلم ان هي حد يجاوب عليها. اول سؤال معانا، ازيك الاول؟ الحمد لله. عامله ايه؟ صباح الخير. صباح النور. اتعلمتي بقى الميك اب في قد ايه؟ هي موهبه عندي من صغري يعني، وكبرت بقى شويه حبيت الموضوع، حبيت اشتغل على نفسي، صحابي هم اللي شجعوك عليهم. يعني تمام. جوزي طبعا شجعني اول تمام، وده مهم قوي على فكره. تحيه لجوزها ان هو بيشجعها. فاشتغلت بقى، حسيت ان انا عايزه اشتغل اكتر، اشوف شغلي على الناس، مش قصه فلوس او حاجه. بتحبي انت الهوايه؟ اشوف شغلي بفرح، بحس ان انا طموحي بتعلى اكتر. برافو عليكي. فقلت بقى اعمل بيدج على الفيسبوك واشوف رد فعل الناس، الحمد لله يعني في قبول، قلت بقى اكمل يعني. طيب ازاي ارسم حواجبي بشكل مظبوط؟ وده سؤال بقى طبعا البنات كلها، لان انا بشوف بقى البنات عاملين الحواجب بتاعه الشيطان ده والحاجات. فعايزين بقى نصيحه منك للبنات في الموضوع ده بالذات. تمام. هو دلوقتي اصلا اكتر حاجه طالعه موضه الميك اب يكون سيمبل خالص. اوقات كتير الرموش لما تبقى سميكه يعني ما تحطيش رموش، تركبيش الحواجب بفرشه. تمام. فرشه مثلا ممكن نشوف اللي هي الرفيعه دي. تمام. بتسرحي يعني كده حواجبك. تمام. ممتازه، خدت الحاجات على طول. ما شاء الله عليك. طب والالوان نحط بقى الغامق ولا الفاتح ولا نعمل ايه؟ متهيألي حسب لون البشره. حسب لون البشره. بلاش البني الغامق قوي، هو ده اللي بيعمل شكل مش لطيف. ده في ناس بتحط اسود كمان. بشوف شفتها يعني. انا برضه بشوف بنات غريبه. طب لو واحده شعرها مثلا اصفر، تحط هنا اسود ولا لازم يبقى نفس درجه لا الشعر؟ بني. مش حابه ان يكون حتى الحواجب لون الشعر. في ناس بتحط برضو يعني بتعمل حواجبها لون شعرها. هو ده الصح، ده انا شايفاه بصراحه صح ده. طب سلمى، ايه اسهل طريقه بقى لتركيب الرموش؟ طبعا كل الناس ماشيه برموش دلوقتي. يعني كل ما تلاقي بنت تلاقي مقاشات طالعه كده منها. فاحنا عايزين نعرف اسهل طريقه لتركيب الرموش. تمام. هو برضو لا براحتك خالص، احنا ممتازة على فكره. بصي لا احنا عايزين نشوف والمشاهدين كمان يشوفوا براحتك. المسكرة تمام طبيعي يعني بنحطها كلنا. لازم يعني توقفي رموشك الاول. تمام. بحيث ان الرموش تقف عليها، يعني تلاقي حاجه تمسك فيها قوي. تمام. بتركبي الرموش طبيعي جدا، وبرده بتثبتي بيها بالمسكره بحيث ان هي تمسك في الرموش، ما تقلقيش ان هي تقع او حاجه. طب دي طريقه سهله جدا. طيب سؤال برضو على نفس صيغه برضو الحواجب. البنات اللي انا بشوفها تمشي هنا لون وهنا لون وهنا لون،
الفاونديشن بتاعها، ازاي اجيب درجة فاونديشن تليق عليا وعلى 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 لوني انا. تمام. ازاي اعمل ده؟ هو اول حاجة طبعا لازم تجيب الفاونديشن لون بشرتك. ازاي بقى؟ دي بقى النقطة اللي يعني هو ما فيش بنت ما جابتش فاونديشن مش درجة لون بشرتها. يعني ما بيجيلكيش حد يقول لك بيضيني بيضيني بيضيني؟ اه والله بتبقى ماشيه الوانات الوانات. لا ما بعملش كده. لا بتبقى في بنات كده مش انت، لا في بنات. اديهم بقى نصيحه. لا هو لازم الفونديشن لازم درجه البشره بالظبط. عايزه بقى تفتح اماكن الاضاءه تحت العين، في نص الانف هنا، تحت، على حسب بقى لو دقنها طويله شويه. لا ما تحطش تحت هنا من الخد، دي اماكن الاضاءه. وبعدين بقى الاول فونديشن لون البشره، وبعد كده بقى الكونسيلر، كونتور فاتح، بعد كده بتعمل كونتور غامق، تصغر، تنحف كده. طيب بصي، عايزين نعرف بقى ايه هو الكونتور، الهايلايتر، الحاجات اللي طلعت جديده دي. تمام. الكونتور في منه باودر وفي منه كريمي. معاكي دلوقتي؟ معايا. ممكن نوري بس الكونتور الكريمي. تمام. الدرجات الفواتح والغمامق. الفواتح طبعا زي ما قلت لك من شويه بتحطي تحت العين في الاماكن الاضاءه. الغوامق يعني مش تحت عينينا، اللي هو الكونسيلر. كونسيلر ما هو ده يعني بديل الكونسيلر. تمام. يعني ممكن تحطي ده وممكن تحطي يعني اللي تمام. عندي المتوفر بالزبط. عندي مش ما تحاوليش تملي وشك. تمام تمام. في البودر مثلا او سفنجه مثلا للموضوع ده ولا عادي بقى؟ طبعا طبعا. تمام. الكونتور البودر درجاته برضو. الكونتور البودر ممكن تنزلي بس الكونتور البودر ممكن تنزلي بالصبح عادي جدا من غير الكريمي. تمام. اللي يبقى خفيف حلو مع الشمس برضو، ما تبينش ان الوش حاد قوي. تمام. مناسبه بتحطي برضو الكريم الاول. تمام تمام. تحطي بقى الكريمي وبعد كده تثبتي بالبودر. ده لو نازله مناسبه بقى فرح. طب ايه هو اللوز باودر بقى ده؟ تمام. نوري برضو الهايلايت. لا اي هايلايت. واو هي اتكسرت مني. مش مشكله، بس احنا بس عايزين نشوف بس الدرجه دي درجاته. طبعا على حسب الميك اب بتحطي الدرجه وعلى حسب لون البشره. تمام تمام. بتحطي برده في الاماكن اللي انت عايزه تظهريها، في هنا هنا، في العظمه هنا. ممكن تحطي هنا لو عايزه مثلا قرة صغيره فتبيني حته. ممكن تحطي هنا في ده. ليها برده اماكن ايه بتبين. ممكن اوريكي؟ طيب اوكي. عايزين نشوف بقى اعمل. طيب انا عايزه برضو اسالك سؤال سريع قبل ما تبداي. بما اننا طبعا في موسم الجامعه والدراسه وكمان في شغل الصبح وخروجات الصبح وكده، ايه هو انسب ميك اب واسرع ميك اب ممكن نحطه بسرعه او ننزل بسرعه؟ طبعا لو في هالات سمراء تحت العين، اول حاجه الكونسيلر، يا اما الكونتور الكريمي. بس ما تحطيش فوقيه باودر. ممكن يغير معاكي، ممكن يفتح قوي تحت عينك. انا بقول لك حاجات يعني انت تخفي بس عيوب وشك. تحطي كونسيلر، روج خفيف كده اللي هو اكنه شفايفك اصلا. خدودك مثلا تعمليها لون برضو طبيعي. ممكن تحطي كحل لو عينك واسعه، تحطي كحل ابيض. عينك ضيقه تحطي كحل، لا سوري، لو عينك ضيقه بتحطي كحل ابيض. تمام. عينك واسعه بتحطي كحل اسمر. تمام. بحيث ان انت يعني توسعي عينك، ولو عينك واسعه بتضيقيها. تمام. بس يعني ده اسرع ميك اب. طيب خلاص اوكي، اتفضلي بقى كملي. الهايلايت بتحطي هنا مثلا لو عايزه تبرتي، يعني مثلا ما عنديش خدود قوي. عامله دايت بقى. لا جميله والله. منوره. المهم ان احنا نستمر في الدايت. ايوه. لو بعمل رجيم واكل بقى بعد كده. لا ما ينفعش. عايزه مثلا ابين زي ما قلت لك انا ما عنديش دقني، ما عنديش اصلا. ممكن ابين، ممكن احط هنا، انا جايه حاطه يعني. ممكن هنا. لازم تفكري يا سلمى تعملي بقى فيديوهات ليكي بقى للبنات. لازم الايه؟ تعملي فيديوهات كده صغيره ليكي. بفكر والله. ده انت لازم تعملي. بفكر هيبقى اوقع يعني. طيب قولي لنا بقى الالوان بتاعه الشتاء الموضه بقى السنه دي. تمام. هو اصلا الالوان الانتقاليه دي معانا على طول. اللي هم دول.
ممكن اوريكي برضو. اه عايزين نشوف على الكاميرا للمشاهدين بس براحة. تمام. دي الالوان الانتقالية. ممكن ترفعي شوية لفوق. تمام. اللي هي البنيات. الاورنج برضو ماشي معانا. الشتاء. نبيتات. الزيتي. درجات البينك اللي هي الفاتحة قوي. الزهرة دي. طبعا بقى الشيمر والبرونز وكل ده معانا في الشتاء. طيب ايه الفرق بقى ما بين البودره المضغوطه واللوز باودر والباودر السايبه؟ اه تمام. البودره السايبه نفسي اعرف بقى الموضوع ده. اللوز باودر بيمشي على وش كله. اللوز باودر اوكي بعد الكونتور. الباودر برده ممكن يمشي على وش كله بس اللوز بيسهل معاكي. تمام. هي فكره تسهيلات لان هو اتنين في واحد. بالظبط. تمام. يعني لو البنت مثلا مش عارفه تحط مثلا الاول الكريم الاساس وبعد كده الباودر والكلام ده كله هو طبعا للمبتدئين النقطه دي المضغوطه. تمام. حلو قوي. طيب ازاي احط اي لاينر بشكل سهل جدا يرسمني عينيا؟ تمام. ويكبرها لي. تمام. لان برضو انا يعني انا بجيب لك بقى من الاخر الاسئله اللي على طول. اول ما عرفوا ان سلمى جايه معانا بيسالوا اسئله احنا ما كناش نعرفها اصلا. بصي واحنا بناخد خط من اخر العين. تمام. هو انت بتنصحي يا سلمى ان البنات تستخدم القلم ده ولا الفرشه العاديه؟ ده برضو للمبتدئين عشان انا عن نفسي بحب بس يبان معانا بس القلم ده. انا عن نفسي بحب الفرشه جدا. تمام. وانا بحب الفرشه برضه. هنعمل زي خط كده. بيقولوا عليها وينج صح؟ بالظبط. تمام. انا بعلمك طريقه برضو سهله. ما تتعبهمش يعني. تمام. يعني من اخر خط العين واسحب لفوق. بصي عملت ايه. بتسحبي بقى. ممكن بس الكاميرا تيجي عليها وهي بتعمل ال بصي انت بتلاقي ايدك طالما خدتي الخط ده بتلاقي ايدك بقى ايه سحبت على اخر عينك ومش لازم تجبلي الاخر هنا يعني في نص العين كده وخلاص. يعني انت بتنصحي المبتدئين بالقلم ده مش بالجيل لاينر ولا الفرشه؟ بصي انا متعوده. طب بتنصحي الاي لاينر يكون مطفي ولا في لمعه للمبتدئات برضو؟ هو على حسب ما انت بتحبي. في ناس بتحب المط. انا بحب المط. انا بحب المط. المط بيبقى جميل طبعا وبعدين بينور البشره كده. وفي ناس ما يليقش عليها المط ده خالص. صحيح. عايزه حاجه تبين عينيها. صح فهمت. دي حقيقه. طب من تحت بقى ارسمه ازاي؟ لان برضو في بنات من تحت ممكن كحل ولا اسيبه كده؟ لا ممكن كحل طبعا. بس ايه لو كحل يا سلمى من تحت هيوسع قوي العين ولا ايه؟ على حسب يعني انت لو على حسب رسمه العين. تمام. نرسمها لك برضو دلوقتي حاجه برضو بسيطه يعني يعرفوا يرسموها. تمام. تمام. هو انا اصلا حاطه كحل من تحت. تمام. بس ده يعتبر جميل قوي. ده سهره ده ما ينفعش اخرج بيه الصبح ده. لا الصبح لا. صح. لانه شكله اوفر جدا. على فكره انا وانا بنزل الجيم مش بحط حاجه خالص وده الصح. والصح طبعا لان انت يعني بتعرقي حاجات بسيطه قوي. طبعا. بتعرقي وكده وما ينفعش ان انت اصلا بشرتك يكون عليها او فيها ميك اب وتعرقي بيه. صحيح. تمام. جميل هايله. ده من تحت برضو في ناس ما بتحبش. ممكن بس نجيب الكاميرا قوي على عينيها على في ناس برضو ما تحبش الكحل يبقى مع الاينينر. تمام. في بيرسموا يدي ده. تمام. لا حلو قوي. طيب وكمان رقيق. طيب احنا دلوقتي قدامنا خمس دقايق عايزين كي تقولي خطوات الكونتور بسرعه. تمام. انا ممكن اعمله على نفسي. طيب اتفضلي. ممكن بس نشوف الفرش. دي فرشة ممكن كده اعملي فرشه كده عشان نشوفها كده باينه. دي بقى الايه كده. دي بقى الايه. دي الكونتور. كونتور. طب تمام اتفضل. تغذية مثلث كده. بصي وانا عشان حاطه بس مش باين قوي بس انا هحاول ابين. دي اضاءة. بقول لك
ده بقى الكونتور بتاع الانف. هبقول لك برده حاجه سهله للبنت تعملها. تمام، ده بيصغر حجم الانف صح؟ بالظبط. بصي في هنا بيعملوا دوريه كده صح؟ بس كل واحد متهيألي حسب الديفو اللي عنده صح كده؟ اه كل واحد على حسب. إيه قرصك لو طويله بتعملي هنا كده، باخد خط كده. اه برضو الحته دي لو عريضه، انا مش عريضه عندي، بتاخدي انا عامله برضو هنا، بتاخدي من هنا. ايوه هنا بقى اخدها بقى منين؟ من عند العظمه ولا من لا فوق؟ نص الودن هنا. نص من عند العظمه. اه تمام كده. بصي وانزل للاخر. لا ما تنزليش للاخر، انا بقول لك بصي جاي ازاي، بس انت هتاخديه لحد هنا. تمام. النص. عايزه ترفعي الخد بتعملي كده. طب لو واحده خدها اصلا تخين يعني دي ينفع؟ تحسي ان الخد رفع الدنيا كده يعني. هوريكي برده الناحيه الثانيه لو كده. انت كده بتحددي الخد لتحت. تمام. ولما تيجي تمام تدمجي بقى لفوق. تمام تمام، مش ممكن لتحت. ندمج الكاميرا بس تيجي عليها عشان الخطوه دي صعبه شويه، على في بنات بتبقى صعبه عليهم. لفوق كده. تمام. ما تحاوليش لتحت، لان تحت انت اصلا هتحطي لوز باودر. تمام. هتحطي هتفتحي بقى المناطق دي عشان تحددي. تمام. هتفتحي هنا. هتفتحي هنا. هنا. تمام تمام. طب هو لو الالوانات بتختلف على حسب لون البنت ولا هي اي الوانات وخلاص؟ اه طبعا لو البنت بيضة ما ينفعش تحط لها لون زي اللي انا حاطاه ده مثلا. لازم البني الفاتح سنه صح؟ بالظبط. تمام. بصي خطوات سهله وبسيطه. اه انا بوريكي حاجه اي بنت تعملها. ما فيهاش اي حاجه يا بنات، حاجات بسيطه خالص. وطبعا انا حاطه بودر وحاطه قبل الحلقه. فانت بقى لما تعملي بتطبطبي. هنعدي طبعا عليه كدا. برضو الكونتور الباودر هنثبته بالكونتور ده لو روحه مناسبه، روحه سهره بالليل كده. طيب ده سهره. ما ينفعش كونتور كريمي ولا باودر. طيب اوكي. وكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. استنونا في الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.